السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام أينما وحيثما كنتم من هنا من ساحة المسجد الحرام. راح تكون تغطيتنا في جزء من شارع أجياد السد، وراح نتجه من أحد المخارج في شارع أجياد السد إلى أجياد المصافي وريع بخش. ابقوا معنا في هذه التغطية واستمتعوا بالمناظر الجميلة من ساحات الحرم. طبعا هنا باتجاه أجياد السد، وهنا باتجاه أجياد المصافي شارع فدي. ونظرة سريعة على ساحة الحرم طبعا راح نغطي لكم وانتم اكرمكم الله دورات المياه الموجودة في الساحات، راح يكون لها تغطية بإذن الله مستقلة. الآن نوصل خروجنا من ساحة الحرم إلى شارع أجياد السد، وهذول المصلين اللي بيتجهون على العزيزية واللي للمواقف. هذه المواقف اللي توديك على العزيزية ومحبس الجن ومواقف القشلة تقريبا منهم. فندق الماسة وهو أقرب فندق إلى الحرم، وفندق المقام هو أقرب الفنادق للحرم. موصلين في شارع أجياد السد، وما شاء الله مساويك جديدة. أقرب نقطة للحرم أحد الفنادق القريبة للحرم فندق ميريديان. فندق ميريديان أحد الفنادق القريبة للحرم، وشغال ما شاء الله أو مفتوح. وراح نتجه يمين باتجاه أجياد المصافي. من أجياد السد هذا الطريق يودينا على أجياد المصافي. يظهر معنا فندق نوازي، وفندق جوهرة الوعد، وفندق ندى الضيافة. طبعا يظهر معنا اسفل الشارع هذا شارع أجياد السد، وراح نتجه معاكم الى احد الممرات والجبال المحيطة بالحرم المكي الشريف.
حي أجياد من أمام مبنى الرئاسة، هذه الدخلة لهذا الحي. نشوف معاكم نواصل معكم في هذه الأحياء. حي أجياد هذا ماشي معي. والله مشكلة، كمان مخرج يسار ومخرج يمين. طبعا لو كملت سيدة قبل شوي كان طلعت من هنا، والمشكلة الزوم عندي خربان، الزوم عندي خربان. وهذا الحرم يظهر معنا، يظهر منارات الحرم. مين يطلع هذه؟ ما فيني حيل، بجي الطريق المستقيم، أواصل في الطريق المستقيم. هذا الدرج اللي قلت ما بطلعه، طبعا ذبان.
السلام عليكم. أروح يمين أو أتجه يسار؟ نروح يسار، مع أن اليمين أحسن، لكن أشوف أنها طلعة كبيرة. هذا طريق وهذا طريق، أروح يسار أول ثم أتجه. هذه كلمة لا اهتمت من شر ما خلق، هذه كلمة لا اهتمت من شر ما خلق، هذه كلمة لا اهتمت من شر ما خلق. طبعا الأفضل نرجع يسار، أرجع من هنا. شوفوا ما شاء الله هناك أجياد المصافي تحتنا. الآن أنا ما أدري وين رايح. وهذه الساعة ولا زال الطريق موصل إلى الأعلى. الآن نرجع
باتجاه ريع بخش. طبعا يظهر معنا جزء من فندق الصفوة او ابراج الصفوة، والحرم يظهر معنا توسعة الملك عبد الله الجديدة تظهر معنا من هنا، وراح نواصل في النزول. أحد الرسومات الجمالية، يا حسافة. السلام عليكم. شوف الجمال، شوف الإبداع. طبعا من هنا نشوف الحرم، شوف برج الساعة. يا ولد، السلام عليكم. طبعا الآن وصلنا حد الشوارع، نجي ويظهر معنا بداية الفنادق من حي أجياد المصافي باتجاه أو الأقرب للحرم، وهذا الجبل كما ترونه. والآن باتجاه النزول إلى شارع أجياد. طبعا في أحد الفنادق تبنى هنا، وتقريبا شبه خالية من السكان. الآن وصلنا شارع أجياد المصافي، مكتب شؤون الحج، سكن حجاج الديوان الوطني للحج والعمرة 1440، وإن شاء الله تعود إلى
2019 إلى 2021. سكن حجاج ماليزيا وفندق أمجاد أجياد. فندق أمجاد أجياد وأذكر فيه مسجد هنا. أيوة هذا مسجد، بس إيش اسم المسجد ما أدري. جانب الحرم يظهر معنا روابي البيت، خلاص الآن يظهر معنا مكارم أجياد، وأمامنا يظهر آخر نقطة لتجمع أو وقوف سيارات الأجرة ونزول المعتمرين والمصلين في هذه النقطة. الآن هذه المنطقة اسمها أجياد المصافي، وتضم عدد من الفنادق مثل الفجر البديع وفندق زوار البيت، زوار البيت وليس رواب البيت، وهذا فندق أمجاد البيت.